نسمع من كل حاضر كلمة عن ربع دقيقة كده. اتفضل يا دكتور محمد. أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم وسعيد بالتفاعل والتعليقات بشكل كبير. دايما كده جمعية محبي الفنون الجميلة بتجمع الناس. دكتور بس كده حلو. والشباب نجيب الشباب ازاي؟ قال ربع دقيقة. لا 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 المرة الجاية. لا 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 عايز اسمع منك نجيب الشباب ازاي؟ كل دول عواجيز. نجيب الشباب ازاي؟ نستقبل كل واحد يتكلم عن نفسه. ايه يا عواجيز؟ ايه يا حاج؟ انا سابقه ابيض من زمان. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذة أنا آسف والله أنا آسف يا جماعة. خلاص نسمع الدكتور هاني. الحقيقة أزلاك تهمني. لا لا مش بالمعنى الكذب، لا بمعنى إنه ما أنتوا لما أثرتوا أفكاركوا إحنا بنعمل برين ستورمينج ناس فكنا بنفكر مع بعض. أصل ذهني. فحسيت إنه أنا أخشى بس من حاجة إنه الصالونات الثقافية إلى أي مدى ممكن تكرس لثقافة شفهية سماعية، بمعنى أنه نكسر أو ندمر مزيداً من التدمير لفكرة الإرهاب، لأنه بالطبع الصالون الثقافي زي ما قالت أستاذة منى ممكن يقدم ثقافة، بس هي الفكرة أنه إلى أي مدى أنا بعود جيل زي وسائل التواصل ياخد المعلومة أو الفكرة بسرعة بدون بذل جهد أو إنه يقعد يمسك. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا لقيت كتاب عن محي الدين ابن عربي، أنا ده تخصصي في الماجستير والدكتوراه، ما كنتش قريته جديد، كتاب 1000 صفحة، فأنا ماسكاه وداخلة عليا حفيدة جابر الجامعة الفرنسية، طبعا دي حاجة ملهاش علاقة، بتعرفش عربي؟ ما بتعرفش عربي، ودي مأساة، أنا بس ابتديت أتعامل معاها يعني. فبتقول لي يا أنتي أنت هتقري كل الكتاب ده؟ مشكلة. فقلت لها هقرا كله. قالت مش معقول ده هيضيع وقت، بصي اللغة. هتضيع وقت. هي الفكرة، وده اللي أنا بقوله عن المبدعين الجداد، ممكن يبقوا مبدعين. بس أنا مش بناقش قيمة القديم بالنسبة للجديد على مستوى القيمة الكتابية، على مستوى وسائل التكوين الثقافي. طب أنا عايزة أقول لحضرتك. لا ولادي نسمع الدكتور أنا و تخلص ومعلش نسمع الدكتور هذا لأن الموضوع ده مهم قوي. لو سمحت عشان خاطر عشان خاطر اديني فرصة. حضرتك أنا الكلام اللي حضرتك بتقوليه صح جدا وأنا موافقة عليه وبعلي منه، على فكرة أنا عندي 14 سنة يعني عندي ولاد كبار. النقطة ازاي نوصل للجيل ده؟ ما تقدمش الجيل ده بأسلوبنا، لازم نحاول نوصل لهم من اجتياز الفجوة الرهيبة اللي بقت. أنا هقول لحضرتك، ما أنا بدرس في الجامعة. يعني أنا مثلا النهاردة كان عندي قبل ما يجي محاضرة. دي أول محاضرة في الترم. فأنا مطلوب مني إنه ما أعمل في امتحانات ميد ترم خايبة كده، ما بحبش أعملها. فقررت إن أنا خليني أعمل له ريسيرش. فقسمت الدفعة إلى مجموعات. هيقروا كتب ويدخلوا في ديبيت مع بعض. وأنا هدخل في ديبيت مع ده. فاهم أقصد إيه؟ هو لا سبيل إلا الحوار. لا سبيل. والا احنا نبقى بنصرخ في البريه. والحوار يتطلب ابسط حاجه ان الكبار اللي زينا ما يبقاش عندهم تعالي مبالغ فيه على الاخر، مش بس الاخر الصغير، على الاخر الاجتماعي. ها يعني انت لما الست بتشتغل عندك في البيت انت كمثقفه المفروض تتعاملي معاها دلوقتي انها موظفه مش بتشتغل عندك. صحيح. وتتحاوري مع ثقافتها. من غير ما تحسسيها انها ما بتفهمش حاجه لانها بتفهم، بس بتفهم في سكه ثانيه. بس هي المشكله ان احنا مش بس نتعالى، احنا اتربينا على نوع من الطبقيه الثقافيه. الطبقيه الاجتماعيه. انا براقب نفسي ساعات الاقي نفسي بتصرف بتعالي مش مبرر. صحيح اللي قدامك مستفز يجنك يعني، فتضطري تستخدمي ادوات ادواتك. بس في النهايه
ودي اخر جمله هقولها. في استاذه لو النبي انا عارفه انك قاعد بتصغر. لا قولي احنا معاك. انا شايف والله ما بصيت لحدك خالص يا دكتور. في استاذه مهمه اسمها للاسف هي تونسيه وعامله كتاب جميل جدا اسمه الفن والمقدس. اتكلم عن فكره مهمه جدا. ازاي التسامح ما يبقاش مفهوم اخلاق يبقى مفهوم جمالي. يعني كيف نتسامح مع جماليات الاخر مش مع افكاره ولا قيمه، مع تصورات الجماليه اللي عليه. احنا محتاجين. شكرا. انا يعني ما عنديش كلام كتير، انا بس عايز اكون متفائل شويه يعني، لانه انا شخصيا معتبر ان كل تجمع اجتماعي بالمعنى ده زي الصالونات التجمعات على القهوه هو علامه صحه. فحتى لو كان في مجامله، حتى لو بيقول كلام تافه، حتى لو هنقعد نشرب شاي، حتى انا بقول ده بالنسبه لي هو فكره الصالونات بصراحه. تجمعات الناس مهمه جدا لكي نتغير. الدنيا بتتغير واحنا مش هنتعلم ان الدنيا بتتغير لو عملنا التجمعات دي. الحاجه الثانيه انه في نوعين من الصالونات، دي النقطه الثانيه وروحها خالص. في نوعين من الصالونات، في صالونات اللي انا بقول لكم يعني تافهه ما بتعملش حاجه، بس بتعمل تجمعات للناس. في واحد عمل مجموعه من الناس وقعدوا قروا كتاب وناقشوا روايه وجابوا كاتب وعم كل ده انا بقول انه علامه صحه. بس لازم يبقى عندنا عدد من الصالونات المهمه اللي وراها عقول صاحيه وعايزه تعمل حركه للمجتمع ده لقدام للمستقبل. فانا اظن ان احنا مش محتاجين كل الصالونات تبقى جاده عشان نقول انها صالونات كويسه، احنا محتاجين عدد ولو محدود من الصالونات في التخصصات المختلفه الجاهزه اللي شايفه بالظبط هي بتعمل ايه. وانا معتبر ان الندوه دي اللي احنا عملناها ليها هي جزء من ده، هي جزء في ان احنا نصحى ان الصالونات دي مش مجرد عبث. نعم عشان احنا مشاركين فيها. لا يا رب. هي مش مجرد يعني انا شخصيا بكره الزهور، ما بحبش اروح صالونات ولا احب اروح ندوات، نادرا ما بروح ندوات حقيقي. بس مؤخرا ادركت انه ده غلط، انه ده لا انا احب اكتب مثلا يعني خجول بجد، لكن مع ذلك انا شايف دلوقتي انه هذه التجمعات حتى لو كانت بسيطه، حتى لو كانت كثرتها هي علامه صحه، واحنا يصح ان احنا ندعو لمزيد من التجمعات حتى لو كانت فيها تسليه وفيها مجامله وفيها كذا، بس بشرط واحد ان يبقى عندنا اربع خمس صالونات يتم رعايتهم من عقول كبيرة بحيث انهم يغيروا ويكونوا رافعة. شكرا جزيلا. ابدا نجوي تاني بقى. انت اولا سئل عبد الوهاب. حلو حكايه الرافعة. سئل عبد الوهاب يا دكتور ايه رايك في اللي بيغنيه احمد عدوية؟ ساعتها قال لهم يغني اللي يغنيه. الاهم ان اقدم عمل جاد وقوي ومبكر، ايه المشكله؟ طول عمره ما في كده. انا عايز ارد على الاستاذه منى. استاذه منى دكتور وعليكم لكم تجربه رمضان يا دكتور. احنا كنا بنقدم مسابقه اسمها مسابقه رمضان السنويه للشباب. دي قدمت النهارده اسماء اكيد تعرفوا منها، يعني وجد الكومي اللي ما يعرفوش يبقى اتاخر شويه، هو حاليا بره مصر لكن شغله متميز، فاز بجوائز عربيه ومحليه. في احمد حسن الناقد اكيد تعرفوه، ده خريج رمضان على فكره. وائل السماري، حسام جايب، انا مش فاكر طبعا، عمرو الروديني، كتير جدا من الاسماء دي بدات في رمضان في مسابقه رمضان السنويه للشباب. وصل جاي واخد جايزه في معرض الكتاب. معلش بقى هو ده بقى ابن رمضان، ما فيش حد فيهم بيذكر رمضان، انت مش مشكله يعني، لكن انا بقول دول كلهم التاريخ يذكر. على فكره في حاجه كانوا بيحضروا كل اسبوع لغايه رمضان، حسام ووائل السمري، وكان معاهم حسام جاي وشله كده كانوا اصدقاء، كل اسبوع كانوا بيجوا، كنت سعيد بيهم ودخلوا المسابقات وفازوا
هم على فكره انا عايز اقول حاجه، كانت لجنه التحكيم يا دكتور بالدين الدكتور الطاهر مكي، محمد جبريل، دكتور ابو همام، دي بعض يعني دي كانت لجنه التحكيم، مش مجرد محمد دار جايب اصحابه، لا الدكتور طاهر مكي والدكتور ابو همام والاستاذ محمد جبريل ربنا يديله الصحه، دول كانوا لجنه التحكيم في المسابقه، واستمرت حوالي في ميزه بقى في المسابقه يا دكتور، لما كنا بنعمل جائزه النقد انا قعدت حوالي 4-5 سنين كان عن احد اعمال طه حسين، ثم خدنا بقى محمد عبد الحليم عبد الله، خدنا بهاء طاهر، خدنا خيري شلبي، بدأنا سعيد الكفراوي، بدأنا ناخد من الأسماء الكبيرة دي مستجاب خير عبد الجواد بالظبط. فالفكرة هنا احنا يعني احنا كنا بندعبس وربنا كان بيكرمنا. أنا بشكركم جدا 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 وسعيد بهذا اللقاء، وأتمنى إن شاء الله نشوفكم مرة ثانية. صور مع بعض يا دكتور بعدين.